عايزه ابارك لك على كذا حاجه، على اغنيتك الجديده، عايزه ابارك لك على فيلمك الجديد اللي انت لسه بتصوره، عايزه ابارك لك عشان انت اقلعت عن التدخين، وده حاجه مهمه جدا، اهم من كل حاجه. الحمد لله الحمد لله. احكي لي بقى عن التدخين. لا، التدخين هو بدا معايا الرحله من زمان قوي، من وانا صغير بصراحه، يعني من وانا في ثالثه ثانوي وانا كنت بلعب فولي، يعني كنت بلعب كره طايره في نادي النيل، وكنت كمان بدات ادخل، رحت نادي جزيره سبورتنج وبدات كنت ادخل المنتخب. فقبل ما ادخل او ما بدات العب في نادي النيل، كان في حد مش قادر اقول عليه صاحبي يعني، بس هو كان صاحبي، فعلمني تدخين. الاول شربني اول سيجاره شربها لي كانت سيجاره بالنعناع عشان يخليني اشربها، يعني تبقى سهله، دي خفيفه. فانا حسيت انها بتفتح الصدر، يعني الناس كلها كانوا بيقولوا انها بتقفل الصدر، في سيجاره النعناع دي لقيتها ايه ده. فاستمريت بقى لغايه شويه، بطلت قبل كده ورجعت تاني، بس كان بطلت مده قصيره جدا، يعني مفيش 3 4 ايام يعني. بس مؤخرا قررت ان انا ليه قررت تبطل تدخين؟ مش عارف، حسيت ان انا يعني ان لو في عاده انا عارف انها بتضرني وبعملها وما ببطلش اعملها، يبقى ده حاجه نفسيا مش مظبوطه. حبيت اعمل البالانس النفسي ده، ان لو حد عارف ان حاجه بتضره، ان اكيد لازم يبطلها، لو مش بيبطلها يبقى ولا حسيت انك كبرت يعني؟ انا ما كبرتش، عارف، ما بكبرش خالص للاسف. مش معترف انت بالموضوع ده. اكبر يعني ايه كبرت؟ يعني ايه اصلا؟ يعني انا شعري ابيض من تقريبا من 10 سنين او 12 سنه، وراثه من ابويا، وبيض قوي كده، عشان كان في دور مره وقررت ان انا اغير لونه، فلما غيرت اللون فترة كبيرة، لما بدأت ما استخدمش الصبغة دي تاني، لأن أنا كنت بستخدمها عشان الدور بس، أنا عمري ما استخدمت صبغة في الحياة، يعني في حياتي العادية يعني، بس كنت بعملها عشان الدور ده. بعد ما بطلت استخدمها فالأبيض بقى أكتر، بس بقى يعني أنا بحبه. أهم حاجة إن أنت جواك ما بتعترفش بموضوع إنك كبرت دي خالص. ما هو مش كبير يعني، إيه كبرت؟ طالما لسه عندي حاجات لسه بعملها وحاجات لسه بقدمها وبقدر ألعب جيتار وبغني في اي حته وات ايفر، حتى لو في البيت، يبقى انا يعني طالما اقدر اشيل جيتار واقدر العب يبقى لسه ما كبرتش. دي احلى حاجه في الدنيا. الحمد لله، احلى حاجه في الدنيا.